السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم معنا من جديد. إذا بعد أن تقرر إلغاء العطلة الربيعية سوف نستكمل ما تبقى من دروس البرنامج الدراسي. إذا كنا قد قدمنا درسين من دروس البرنامج الدراسي عن بعد، الآن سوف نستكمل ما تبقى من الدروس. إذا إن شاء الله في مكون الرياضيات سيكون لدينا درس حول موضوع المثلثات، تصنيف وإنشاء. إذا سوف نتعرف على أنواع المثلثات وكيف ننشئ هذه المثلثات. إذا نبدأ بصفة عامة بالنسبة للمثلث. قبل أن نبدأ يجب أن نعلم أن المثلث يصنف من الأشكال الهندسية المضلعة، أي من المضلعات. وعندما نقول مضلعات أي الأشكال الهندسية التي لديها أضلاع. إذا الأشكال الهندسية التي لديها أضلاع، ننشئ بصفة يعني عادية مثلث، ثم ننتقل إلى ما تبقى من الأشكال الهندسية. إذا هنا سوف نحاول أن ننشئ مثلث عادي. مثلث عادي لدينا هنا ثلاث قطع، القطعة A والقطعة B والقطعة C. إذا هذه القطع سوف نستعملها لإنشاء مثلث. نبدأ بالقطعة الأولى. القطعة الأولى هي قطعة A، ثم القطعة الثانية هي قطعة B. هذه القطعة نلصقها مع القطعة A، ثم القطعة الثالثة هي القطعة C. إذن بهذه الطريقة نكون قد حصلنا على مثلث لديه أربعة أضلاع. إذن هذه الأضلاع نسمي هذا المثلث مثلا، نضع الحروف على رؤوسه، وبالتالي نحصل على مثلث A B C. إذن هذا المثلث لديه أربعة أضلاع وأربع زوايا. إذن لديه أربع زوايا، هذه الزوايا مختلفة، يعني زواياه مختلفة وليست متساوية، كل زاوية لها قياس معين. إلا أنه كمعلومة بالنسبة لمجموع زوايا المثلث تساوي 180 درجة. هذه فقط كمعلومة بالنسبة لزوايا المثلث تساوي 180 مثلث. أي مثلث كيفما كان مجموع زواياه تساوي 180 درجة. هذا بالنسبة لمثلث عادي. قلنا بأن المثلث لديه أربعة أضلاع ثلاثة أضلاع وثلاثة زوايا. إذا كذلك ومجموع زواياه يساوي 180. هذا بالنسبة لمثلث عادي، لا نعرف قياس أضلاعه. الآن سوف نحاول إنشاء مثلث بأضلاع يعني نعرف قياسها، أو بأضلاع محددة الطول ديالها. يعني سوف نحاول إنشاء هذا المثلث. إذا إنشاء مثلث ABC بحيث AB تساوي 4 سنتيمتر وBC تساوي 2 سنتيمتر وAC تساوي 3 سنتيمتر. إذا سوف نستعمل أدوات هندسية معينة لإنشاء هذا المثلث. إذا نحضر أولا البركة ثم المسطرة. إذن هذه هي الأدوات الهندسية التي سوف نستعملها لإنشاء مثلث بقياسات مضبوطة، أي بقياس نحدد قياس ضلعه ثم نرسمه. نبدأ أولا بالقطعة أو الضلع AB. هذا الضلع قياسه يساوي 4 سنتيمتر. نأتي بالمسطرة ونرسم أولا ضلع يساوي 4 سنتيمتر. إذن 4 سنتيمتر نرسمها هنا، 1 2 3 4 سنتيمتر. هذه هي القطعة نسميها، هذه القطعة نسميها A B. إذن هذه القطعة A B قياسها 4 سنتيمتر. الآن سوف نرسم القطعة الثانية هي B C. القطعة B C قياسها 2 سنتيمتر. إذن B C سوف يكون الرأس الآخر هنا. إذا سوف نحدد أولا باستعمال، نأتي بالبركة، نستعمل البركة ونرسم القطعة
بي سي. نأتي بالبركان نحدد له فتحة هكذا على باستعمال المسطرة والبركان 2 سنتيمتر إذا بهذه الطريقة. ثم نأتي إلى رأس القطعة ا بي من النقطة بي ونرسم قوس هكذا. إذا نرسم قوس صغير هكذا. إذا هذا بالنسبة للقوس الأول. ثم ا سي يعني من هنا إلى هنا سوف تكون 3 سنتيمتر، وبالتالي نأتي أيضا بالبركة ونحدد فتحته 3 سنتيمتر. إذا نستعمل أيضا البركة نحدد له فتحة 3 سنتيمتر هكذا. ثم نأتي إلى النقطة A هنا ونرسم أيضا قوس من هذه النقطة. إذا قوس صغير هكذا. بهذه الطريقة نكون قد حصلنا على النقطة هنا سي. هذه النقطة سي. إذا هذه هي النقطة السي. هذه هي النقطة السي. إذا بهذا نكون قد حصلنا على 3 نقاط عفوا. إذا لم يبقى لدينا الآن إلا أن نصل هذه النقاط. نصل النقطة بي بالنقطة سي ونقطة السي بالنقطة أ باستعمال المسطرة طبعا. إذا بهذه الطريقة نكون قد حصلنا على مثلث أ بي سي، بحيث أن أ بي تساوي 4 سنتيمتر و بي سي تساوي 2 سنتيمتر و أ سي تساوي 3 سنتيمتر. إذا 3 سنتيمتر. وأيضا هذا المثلث لديه أيضا 3 زوايا. إذا لديه أيضا 3 زوايا. إذا هذا مثلث يسمى مثلث مختلف الأضلاع. إذا مثلث مختلف الأضلاع. الآن سوف ننتقل إلى رسم مثلث آخر، بحيث يكون لديه 3 أضلاع كلها متقايسة. إنشاء مثلث ABC متساوي الأضلاع، قياس ضلعه 4 سنتيمتر. إذا قياس الضلع لهذا المثلث سوف يكون 4 سنتيمتر، وبما أنه أضلعه متساوية أي كل ضلع من هذه الأضلاع سوف يكون قياسه 4 سنتيمتر أيضا. إذا باستعمال أيضا المسطرة والبركة سنرسم هذا المثلث. إذا نبدأ أولا. إذا أيضا كما قلنا باستعمال البركة والمسطرة. إذا نأتي بالبركة ونضع شوكة البركة على نقطة الصفر والقلم على تدريجة 4. إذا هنا 4 سنتيمتر، لأن عفوا قبل أن نرسم بالبركة نرسم أولا باستعمال المسطرة. نرسم أيضا قطعة إذا سوف ننشئ مثلث ABC متساوي الأضلاع، قياس ضلعه 4 سنتيمتر. إذا أيضا باستعمال المسطرة والبركار سوف نرسم هذا الشكل. أولا نأتي بالمسطرة ونرسم قطعة قياسها 4 سنتيمتر. إذا قطعة قياسها 4 سنتيمتر. إذا هذه هي القطعة. نسمي أيضا هذه القطعة A B. إذا هذه القطعة A B. ثم نأتي بالبركار، نضع البركار على المسطرة بما أن المثلث ستكون أضلاعه كلها تساوي 4. سوف نضع البركار على المسطرة ونحدد أيضا 4 سنتيمتر كما هو مبين.
إذا 4 سنتيمتر، ونأتي إلى النقطة A أولا، ونضع البركة على النقطة A، ثم نضع قوسا هكذا، هذا القوس، إذا نضع قوسا بهذا الشكل، ثم نحافظ أيضا على فتحة البركة كما هو، ونأتي إلى النقطة B، ثم نرسم أيضا قوس آخر وبهذا الشكل، وبهذه الطريقة أحصل على أيضا على نقطة C، إذا نحصل على النقطة C هنا، أحصل على ملتقى هذين القوسين، أحصل على نقطة هنا تسمى النقطة C كذلك، ثم أصل هذه النقط ببعضها، النقطة A إلى النقطة C، ثم من النقطة B إلى النقطة C، طبعا باستعمال المسطرة، وبهذا الشكل، عفوا بهذه الطريقة أحصل على مثلث له ثلاثة أضلاع كلها متقايسة، بحيث أن الضلع الأول 4 سنتيمتر يساوي الضلع الثاني أيضا 4 سنتيمتر، ويساوي أيضا الضلع الثالث 4 سنتيمتر. إذا ولديه أيضا 4 زوايا، 4 زوايا. إذا هذه الزوايا بالنسبة لمثلث متساوي الأضلاع لديه 3 زوايا، وبما أن لديه 3 أضلاع كلها متقايسة، فإن زوايا الثلاث هي متساوية، أي هذه الزاوية تساوي الزاوية الأخرى وتساوي الزاوية الثالثة، إذا لديه 3 زوايا كلها متقايسة، إذا 3 زوايا كلها متقايسة. إذا الآن سوف نحاول أن ننشئ مثلث آخر، وهو مثلث ABC متساوي الساقين رأسه A. إذا مثلث متساوي الساقين سوف يكون لديه فقط ضلعان متساويان، أما الضلع الثالث فلن يكون متساوي مع هذه الأضلاع. إذا أولا نستعمل المسطرة أيضا والبركار، نستعمل المسطرة أولا، نرسم قطعة قياس طولها هو مثلا 2 سنتيمتر، يعني هنا ليس بالضرورة أن نحدد طول أو قياس أي ضلع، ولكن الأضلاع التي هي متقايسة سوف نحدد قياسها. إذا نرسم أولا القطعة فيها أو طولها 2 سنتيمتر، إذا هذه القطعة قياسها 2 سنتيمتر، ثم نأتي بالبركار ونضع فتحة البركار تكون أكبر من هذا من هذه القطعة، إذا فتحة البركار يجب أن تكون أكبر من هذه القطعة مثلا هكذا، يجب أن تكون أكبر من القطعة بهذا الشكل مثلا، ثم نأتي إلى هنا ونضع قوسا بهذا الشكل، إذا نضع قوسا صغيرا بهذا هنا. إذا نسمي هذا المثلث ب مثلا هنا A و B أيضا و C، إذا وصلنا القطعة الأولى AB قياسها 2 سنتيمتر، وقمنا بفتح البركة فتحة أكبر من قطعة AB، وحفظ وضعنا شوكة البركة على
نقطة A ورسمنا قوس، ثم حافظنا على نفس فتحة البركة ورسمنا قطعة عفوا قوس من النقطة B، يعني نضع الشوكة على النقطة B ونضع قوسا. إذا بهذه الطريقة حصلنا على النقطة C، ثم نصل هذه النقاط باستعمال المسطرة. إذا هذه النقاط نصلها باستعمال المسطرة، وبهذا الشكل نحصل على مثلث لديه أيضا ثلاث زوايا. إذا لديه ثلاث زوايا، إذا زوايا بالنسبة لزوايا هذا المثلث لديه ساقان متساويان. إذا هذين الساقين متساويان، إذا هذا الساق يساوي هذا الساق، بينما هذا الساق لا يساوي الساقين المتبقيين. وبالنسبة لزوايا هذا المثلث، الزوايا الموضوعة هنا في الأسفل، هذه الزاوية تساوي الزاوية المقابلة لها، بينما هذه الزاوية لا تساوي هذه. إذا المستقيم لديه ساقان متساويان، لديه أيضا زاويتان متقايستان، إذا زاويتان متقايستان. وكما قلنا أن المثلث لديه مجموع أو قياس مجموع زوايا يساوي 180 درجة. إذا 180 درجة، إذا اعتبرنا أن مثلا هذه الزاوية تساوي 30 درجة، إذا هذان الزاويتان، إذا نقول مثلا 180 ناقص 30 تساوي 150، 150 إذا قسمناها على 2 ستساوي مثلا 75 درجة لكل زاوية. إذا 75 درجة لكل زاوية، إذا 75 درجة لكل زاوية، إذا 75 درجة لكل زاوية، إذا هذا بالنسبة للمثلث متساوي الساقين. إذا الآن سوف نتعرف على إنشاء مثلث قائم الزاوية، إذا المثلث قائم الزاوية. إنشاء مثلث ABC قائم الزاوية في A. إذا كيف ننشئ مثلث قائم الزاوية؟ إذا أيضا باستعمال المسطرة والبركار، أو ربما قد نستعمل المنقلة، هي أيضا تصلح لإنشاء مثلث قائم الزاوية. إذا لإنشاء مثلث قائم الزاوية نرسم أولا قطعة، مثلا المثلث سوف يكون اسمه ABC، نرسم قطعة AB، إذا هذه القطعة AB نحدد مثلا قياسها 3 سنتيمتر، إذا هي قطعة، ليس المهم قياسها، قطعة نسميها AB، إذا قطعة AB، ثم نأتي ب المثلث هذا ونرسم، نضعه بهذا الشكل على القطعة، ثم نرسم ضلع آخر وأخيرا نصل الضلع بالنقطة التي حصلنا عليها أو رأس القطعة. إذا هنا النقطة C، إذا هذه النقطة C، إذا بهذا الشكل نكون قد حصلنا على مثلث قائم الزاوية. إذا نقول قائم الزاوية هو أيضا لديه ثلاث زوايا، إذا الزاوية هذه قائمة، وقلنا أن الزاوية قائمة قياسها 90 درجة. إذا هذا بالنسبة للطريقة الأسهل لرسم مثلث قائم الزاوية. كما أن هناك طريقة أخرى لإنشاء مثلث قائم الزاوية، إذا نستعمل أيضا المسطرة، إذا المسطرة نرسم قطعة قياسها 3 سنتيمتر، ثم نأتي
نصف الدائرة أو المنقلة نضعها على هذا الشكل. إذا هنا الزاوية القائمة قلنا قياسها 90 درجة، إذا هنا ستكون 90 درجة، إذا هنا 90 درجة، حصلت على هذه النقطة 90 درجة، ثم أصل هذه النقطة بالنقط الأخرى، مثلا النقطة هذه نصل النقط ببعضها، إذن النقطة الأولى بالنقطة الثالثة والثانية والثالثة، إذن هنا نحصل على مثلث ABC ABC أيضا قائم الزاوية، إذن قائم الزاوية لديه أيضا زاويتان غير قائمة. إذن هذا بهذا نكون قد أنهينا إنشاء الأشكال الهندسية التي أو الأشكال الهندسية أو أنواع المثلثات. إذن بهذا نكون قد أنهينا إنشاء أنواع المثلثات. إذن المثلثات التي تعرفنا عليها هي مثلث عادي ومثلث بإنشاء بأضلع مختلفة، لديه أضلع مختلفة، ثم أضلع مثلث بأضلع متساوية أو لا مثلث متساوي الأضلع، وأيضا مثلث. إذن بهذا نكون قد أنهينا المثلثات الأربع التي أنشأناها. إذن تعرفنا، نعيد مراجعة ما سبق. إذن تعرفنا على إنشاء مثلث عادي بهذا الشكل لديه أربع زوايا، وقلنا أن المثلث مجموع زوايا تساوي 180 درجة. ثم تعرفنا أيضا على إنشاء مثلث بقياسات محددة مسبقا، مثلا المثلث هذا ABC، تعرفنا كيف ننشئ هذا المثلث. إذا نرسم أولا قطعة، ثم بالبركار نحدد قياس على المسطرة ونضع قوسا، ثم نضع أو نضع البركار على المسطرة من جديد ونحدد قياس آخر، ثم نقطة التقاء القوسين هي النقطة C، وبهذا نكون قد أنشأنا مثلث يسمى هذا المثلث مختلف الأضلاع أو مثلث كيفي. إذن هذا بالنسبة للمثلث الثاني. تعرفنا أيضا على إنشاء مثلث بأضلاع متساوية، مثلث بأضلاع متساوية يسمى مثلث متساوي الأضلاع، وقلنا بأن هذا المثلث لديه ثلاث زوايا كلها متقايسة، إذن يعني الزاوية الأولى تساوي الزاوية الثانية تساوي الزاوية الثالثة، وأضلعه كلها متساوية. كما تعرفنا أيضا على إنشاء مثلث متساوي الساقين، هذا المثلث لديه أيضا ساقان فقط متساويان، أما باقي أما الساق الثالث فهو لا يساويه. قلنا بأن لديه أيضا ثلاث زوايا، زاويتان متقايستان وزاوية غير متقايسة معهم، وتعرفنا كيف ننشئ مثلث قائم الزاوية. إذا المثلث قائم الزاوية هنا لديه زاوية قائمة باستعمال المثلث أو باستعمال المنقلة. إذا بهذا نكون قد أنهينا حصة اليوم. إذا أعزائي التلاميذ ستكونون مطالبين بإنجاز التمارين 1 و2 من الصفحة 94 و1 و2 من الصفحة 95. إذا سوف نلتقي في مقطع فيديو آخر لتصحيح هذه التمارين. إذا على أمل اللقاء بكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.